أسفرت جهود قطاع الأمن العام في حملة اليوم الواحد على مستوى الجمهورية عن ضبط 149 متهما وبحوزتهم 157 قطعة سلاح بالإضافة إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها. وفي سياق آخر أكد بيان لوزارة الداخلية أنه تم ضبط 12 متهما في أسيوط بحوزتهم 13 قطعة سلاح ناري وذخائر بقصد استخدامها في خصومة ثائرية بين عائلتين. وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين والعرض على النيابات المختصة.